مشاهدينا ينضم معنا من عمان الدكتور ماجد الزبيدي أستاذ الصحافة بجامعة فيلادلفيا. أهلا بكم أستاذ أو دكتور ماجد إلى هذه الجولة الإخبارية. نائب أردني يكشف عن بالوثائق عن قضية تسريب لأراض وعقارات في القدس المحتلة لمستوطنين، كيف نقرأ ما يجري؟ الواقع، أولا أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين العربية. أهلا بك. الواقع أن ما تفضل به الصديق النائب خليل عطية مؤخرا حول قضية أمنية استراتيجية عربية من الطراز الأول تخص القبلة الأولى للعرب والمسلمين هي ليست بشيء جديد. الواقع أن تسريب الأراضي العربية الفلسطينية من خلال التآمر تم منذ عهد الانتداب البريطاني، وهناك 500 شركة يهودية إسرائيلية وعربية وأمريكية تعمل في مناطق عربية وقبرص واليونان تتولى مسائل تهريب وتسريب أراضي الفلسطينيين بالتزوير تارة وبغير التزوير تارة أخرى لصالح المستوطنين اليهود، انطلاقا من المقولة الشهيرة لبن غوريون أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني: لا معنى لإسرائيل من دون القدس، ولا معنى للقدس من دون البلدة القديمة أو ما يسمونه الهيكل. أقرأ ذلك وأقول أن القدس محاصرة منذ عام 1991 على يد شارون، وأن 80% من العرب الفلسطينيين تحت خط الفقر، وأن الإجراءات الإسرائيلية الآن هي تحارب كل ناشط فلسطيني يقاوم بيع الأرض للصهاينة وتعتقلهم، وأخيرا اعتقلوا محافظ القدس. وهناك إغراءات تصل إلى أن يدفع اليهود الأمريكيون والإسرائيليون وبعض السماسرة من الفلسطينيين والعرب للأسف الشديد مبلغ 60,000 دولار أمريكي مقابل ثمن المتر المربع الواحد. وأعطيك مثالا، تفضل. نعم، إلى أي درجة يعني تساهم الأردن بحماية المقدسات الإسلامية في القدس؟ الأردن مطالب بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بحكم الوصاية والولاية التي جددها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في عام 2013 وموجب اتفاقيات السلام بين الأردن وإسرائيل، لكن إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل اتفاقية وادي عربة وبكل اتفاقية أوسلو للأسف الشديد. وبالتالي فإن السلطة الفلسطينية والأردن مطالبان قبل أي وقت مضى وأكثر من أي وقت مضى الآن بمحاسبة ومعاقبة كل السماسرة وكل المتعاونين وكل المزورين مهما على شأنهم ومراكزهم الذين يسربون أراضي القدس للصهاينة من أجل إنجاح صفقة القرن وإخلاء المدينة المقدسة من أهلها العرب ووجود أكثرية صهيونية فيها، وهذا أكبر وأخطر من العدوان المسلح. يعني دكتور، أمام ما يجري هل تكفي مطالبات السلطات الفلسطينية للأونسكو فقط بحماية المسجد الإبراهيمي من الانتهاكات الصهيونية أو الدعوات لإيقاف الاستيطان؟ ما الذي يمنع السلطة الفلسطينية من لعب دور أكبر للحفاظ على المقدسات الإسلامية في القدس من ما يقوم به المستوطنون أو قوات الاحتلال في القدس؟ للأسف الشديد في عهد الرئيس الشهيد ياسر عرفات كان صندوق شراء الأملاك الفلسطينية من المواطنين الفلسطينيين لصالح السلطة الفلسطينية كان فاعلا، لكنه ضعف مؤخرا، ثم أن السلطة الفلسطينية تأخذ بعين الاعتبار للأسف الشديد المواقف الأمريكية والعربية الممولة، هذا أمر أيضا مهم يجب الكشف عنه. يجب أن تتم معاقبة كل من يحاول تسريب الأرض الفلسطينية لليهود، والسلطة الفلسطينية تستطيع أن تغض الطرف عن محاكمة وسجن واعتقال أولئك الناشطين بالسنفرة والعمالة والخيانة وهم معروفون بأكثريتهم. نعم دكتور ماجد، يعني تخفيف الضغط على غزة إلى أي مدى من الممكن أن يسهم تقوية المواقف الفلسطيني أمام الاحتلال؟ ألا تعتقد أن الأمور يعني وصلت إلى مستويات الحياة أو الموت مع تأكيد أمريكا بأن صفقة القرن باتت أمرا واقعا وسيتم تفعيلها في القدس؟ نعم، صفقة القرن تعتمد على إفقار الفلسطينيين سواء في غزة أو في المنطقة الغربية وتحديدا في القدس، وهذه مسؤولية عربية قبل أن تكون مسؤولية فلسطينية، لأن السلطة الفلسطينية نفسها هي من دون المساعدات المالية من بعض دول الخليج وأمريكا لا يمكن أن تدفع راتب شهر واحد للموظفين، وبالتالي هذه مسؤولية عربية، لأن القدس
تخص الأمة العربية والإسلامية قبل أن تخص الفلسطينيين أيضا. نعم الدكتور ماجد الزبيدي أستاذ الصحافة في جامعة فيلادلفيا كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.